اللي احنا بنصرفوه انتوا نفسكوا تشوفوه الكلام يعقبوه وانتوا لسه مغفلوه. ندمان عارف يا باشا ان انا غلطان اسف يا حضرة السجاد يفسدني للناس الجدعان ولا لازم اتحمل يا بيه تشتم وتضرب هو ليه قلت لي وما مشيتش عليه انا جوه مني كلام مداري مش هقدر اكمل عند اخويا متعدي الحديد ماسك ايدي ببحث عنه مش لاقيه انا اخوك ورا الجدران يوم خروجه يبقى عيد من زمان اخويا بعيد اسمه فرسان علشين انا اخويا من الفرسان بنموت مسكنه خانه غنبه وسكوت احنا في اخر مرحله للموت احنا محدش فينا مبسوط احنا مغرورين خايفين اللي بيعملوا بنالمين وفي الاساس هم الشياطين يعني عشان ماشي نايمين هنلاقي كمين اللي احنا بنصرفوه انتوا نفسكوا تشوفوه الكلام يعقبوه وانتوا لسه مغفلوه. ندمان عارف يا باشا ان انا غلطان اسف يا حضرة السجاد يفسدني للناس الجدعان ولا لازم اتحمل يا بيه تشتم وتضرب هو ليه قلت ليه وما مشيتش عليه انا جوه مني كلام مداري مش هقدر اكمل عند اخويا متعدي الحديد ماسك ايدي ببحث عنه مش لاقيه انا اخوك ورا الجدران يوم خروجه يبقى عيد من زمان اخويا بعيد اسمه فرسان علشين انا اخويا من الفرسان بنموت مسكنه خانه غنبه وسكوت احنا في اخر مرحله للموت احنا محدش فينا مبسوط احنا مغرورين خايفين اللي بيعملوا بنالمين وفي الاساس هم الشياطين يعني عشان ماشي نايمين هنلاقي كمين اللي احنا بنصرفوه انتوا نفسكوا تشوفوه الكلام يعقبوه وانتوا لسه مغفلوه. ندمان عارف يا باشا ان انا غلطان اسف يا حضرة السجاد يفسدني للناس الجدعان ولا لازم اتحمل يا بيه تشتم وتضرب هو ليه قلت ليه وما مشيتش عليه انا جوه مني كلام مداري مش هقدر اكمل عندك